الله مشاهدينا ومتابعين قناة بينونة. اليوم ذكرى ما ننساها على قلوبنا وقلب كل إماراتي وإماراتية وقلوب كل المقيمين في دولة الإمارات الحبيبة. في مثل هذا اليوم رحل عنا أبونا وشيخنا وقايدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحل مؤسس الاتحاد، رحل اللي وعدنا يحول الصحراء لجنة خضراء ووفى بوعده، ومن جنة بلادنا اليوم ندعي رب الكون يرزقه الفردوس الأعلى حب ووفى لزايد العطاء. الحمد لله، أرى كل ما أرى حاجة في هذه الدولة أو في أرجاء هذه الدولة في أي جزء منها أجد ما يسر الخاطر وأجد ما يستحق الفخر والافتخار في كافة المجالات. الله عطانا خير وانعم والحمد له واجب علينا، يلي عطانا ايمان والهام من فضله الضافي عطينا. الله عطانا خير وانعم والحمد له واجب علينا، يلي عطانا ايمان والهام عطينا. واليوم صارت جنة أحلام تزخر بفلو يا سمينة، قام الوطن تخطيط وانضام زان وتزخرف وبهبهينا، دولة تطور عز واسلام وبين الأمم دولة بنينا، والشعب متهني بالأنعام ارتاح في هذه السنين. الله عطانا خير وانعم والحمد له واجب علينا، يلي عطانا ايمان والهام من فضله الضافي عطينا. شعب دولة الامارات شعب يستحق كل الخير ويستحق كل ما يقال عنه من مقال مشرف. رحل ابونا زايد بس بيتم في قلوبنا وذاكرتنا، وفي كل فعل او قول يربط ماضينا بحاضرنا بنتذكر بابا زايد، لانه هو اللي علمنا اللي ما له ماضي ما له حاضر. نحن ندعي لك كل يوم مو بس في ذكرى وفاته، ندعي له في كل وقت نشوف في رفعة بلادنا وخيرها ونشوف الشعب متحد وما يسود إلا الحب والتعاون والوحدة. شمسة شو الكتاب؟ هالكتاب يا سيف اسمه الشيخ زايد، وفيه ذكريات وإنجازات يخبرنا عن إنجازات الشيخ زايد الله يرحمه، وحتى عن مسيرته في الاتحاد، والأهم طبعا عن إنسانيته وحبه للخير والعطاء. يلا الحين أبطينا عليهم لغز المندوس؟ هي. يلا يا سلطان سمعنا لغز المندوس. إن شاء الله. شامخ وعزة ما يلز، نفداه بالغالي ثمين، الدم الأحمر سال عز على بياض الوجنتين، في روض أخضر وين أرز بالقلب رزت اليدين، أسود العليا أسود للعليا نفز وعيش بلادي كل حين. الله 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 يا سلطان، صح لسانك. شكل اللغز اليوم وايد سهل. اللغز سهل، ما خليكم أنتوا تاخذون اتصالات وأنا باخذ الشباب عشان يشوف الكتاب والصور اللي فيه. إن شاء الله. يلا يا سيف السلطان. يلا. اليوم وفاة الشيخ زايد الله يرحمه، بس دائما بنتذكره، دائما بنتذكره، واللي غير الإمارات للأحسن. نقول ألو السلام عليكم لطيفة. ألو 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 السلام عليكم. عليكم السلام لطيفة، من وين تكلمينا؟ الحين. يا حي الله يا حي الله للعين. لطيفة لغز المندوس شو جوابه؟ علم الإمارات. علم الإمارات، وإن شاء الله تكوني من الفايزين. أحينا عندك سؤال وفي ثلاث اختيارات. طلع السؤال، السؤال يقول: ولد السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1918، 1950، 1970. 18 ونثبت صح، ومبروك فزتي معانا 1000 درهم. تستاهلين. ان شاء الله نسمع صوتك مره ثانيه، وشكرا لاتصالك.
وعندنا اتصال ثاني من صلاح ونقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. صلاح من وين تكلمنا؟ من أبو ظبي. يا حي الله بأهل أبو ظبي. صلاح متحمس؟ لا احنا ما سمعت. اول شيء نقوله شفت الفيديو للشيخ زايد اول الحلقه في بدايه الحلقه. زين شو جاب لغز المندوس؟ علم الامارات. علم الامارات وان شاء الله تكمل الفايزين. الحين عندك سؤال وثلاث خيارات. الحين السؤال بيظهر والسؤال يقول أول مدرسة أنشئت بالعين كانت تسمى بالمدرسة الأميرية النهيانية العين. بسرعة يا صلاح. النهيانية. ثبت ومبروك فزت معنا 1000 درهم. شكرا لاتصالك وإن شاء الله نسمع صوتك مرة ثانية. معنا راشد ونقول له السلام عليكم راشد. راشد السلام. راشد من وين تكلمنا؟ من وين؟ ام القوين. ام القوين كم عمرك؟ ام القوين. ام القوين كم الحين لغز المندوس شو جوابه؟ 5. عمرك 5. الحين لغز المندوس شو جوابه؟ راشد. ماما. راشد. نعيد السؤال. نعيد اللغز. شامخ عزة ما يلز نفداه بالغالي الثمين الدم الأحمر سال عز على بياض الوجنتين في روض أخضر وين أرز بالقلب رزة اليدين السود للعليا نفذ وعيشي بلادي كل حين. شو الجواب؟ راشد ما حد بيساعدك عدالك؟ أنا من الإمارات. أنت من الإمارات بس راشد منو عدالك؟ قال علم الإمارات الجواب. علم الإمارات؟ خلاص إن شاء الله تكون من الفايزين. الحين عندك سؤال وثلاث اختيارات. علم الإمارات. إن شاء الله الحين عندك سؤال وثلاث اختيارات. زين الحين عندك سؤال والسؤال يقول من أهم الرياضات التي يحبها سمو الشيخ زايد الصيد بالصقور قيادة السفن قيادة السيارات. فوق الصيد بالصقور. الصيد بالصقور وانثبت ومبروك تسمع لنا 1000 درهم تستاهل وإن شاء الله نسمع صوتك مرة ثانية. ومعنا أحمد نقول عليه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أحمد من وين تكلمنا؟ من العين. حي الله بأهل العين. شو جواب لغز المندوس؟ شو جواب لغز المندوس؟ علم الإمارات. وإن شاء الله تكون من الفايزين. الحين عندك سؤال وثلاث اختيارات. السؤال يقول الاجتماع الأول لوضع لبنة الاتحاد كان في منطقة السمحة الشارجة الفجيرة. السمحة. السمحة ونثبت. آه. ومبروك فزت معنا 1000 درهم تستاهل. أصدقائي فاصل صغير بس تابعونا عندنا مفاجأة.
ورجعنا لكم يا مشاهدينا من الفاصل، ويستمر لقائنا وتستمر المسابقات والألعاب. وفي سؤال بيظهر على الشاشة، وهو في أي عام كانت أول زيارة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتفقد الإمارات؟ وهو السؤال بالأسمس، فبس بالأسمس، والجائزة هي 10,000 درهم. السؤال يقول متى كانت أول زيارة للشيخ زايد لتفقد الإمارات؟ والجائزة هي 10,000 درهم. والجواب اطرشوا لنا اياه بالأسمس. ناخذ اتصال ونقول السلام عليكم يا حسن. السلام عليكم حسن. السلام عليكم. عليكم السلام يا حسن، سمعت لغز المندوس؟ ايه. جوابك؟ علم المرات. علم المرات، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة. الحين بيطلع لك سؤال وثلاث اختيارات. سؤال يقول انضمت إمارة راس الخيمة لاتحاد الإمارات في عام 1969، 1970، 1972. 1972. ومبروك ربحت معنا 1,000 درهم، ونتمنى نسمع صوتك مرة ثانية. معنا محمد ونقول له السلام عليكم. عليكم السلام. محمد من وين تكلمنا؟ من السعودية. من وين من السعودية؟ من الرياض. من الرياض، يا حي الله للرياض. محمد كم عمرك؟ عمري 11 سنة. العمر كله إن شاء الله. جيت الإمارات من قبل؟ إيه. متى؟ قبل 2 سنين آخر مرة. قبل 2 سنين، وإن شاء الله تيها مرة ثانية. الحين لغز المندوس شو جوابك؟ لغز المندوس علم الإمارات. علم الإمارات، وإن شاء الله تكون من الفائزين. الحين عندك سؤال وفي 3 اختيارات. والسؤال يقول القلعة التي انتقل لها سمو الشيخ زايد في العين في عام 1964 هي قلعة قصر الحصن، المويجعي، الفهيدي. محمد. محمد معانا؟ لا. السؤال موجود على الشاشة. والله ما نعرف الجواب. الفهيدي. الفهيدي، ونثبت. للأسف إجابتك غلط، بس إن شاء الله تتصل مرة ثانية وتفوز معانا. إن شاء الله أكيد. شكراً لاتصالك. وبعد نذكر المشاهدين بالأرقام الأسمس اللي بتظهر لكم على الشاشة. اتصالات 50585085 ودوه 2140. والسؤال للأسمس يقول في أي عام كانت أول زيارة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتفقد الإمارات؟ بالأسمس الجواب ترشونا إياه بالأسمس. الاتصالات 5085 دوه 2140. 10,000 تنتظركم. وناخذ اتصال نقول السلام عليكم يا آمنة. عليكم السلام. إيش حالك اليوم؟ الحمد لله. آمنة من وين تكلمينا؟ العين. يا هلا بأهل العين، دار الزين. سمعت لغز المندوس؟ ايه. جوابك؟ علم الإمارات. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. الحين بيطلع لك سؤال ثلاث اختيارات. سؤال يقول حصل سمو الشيخ زايد على جائزة الوثيقة الذهبية من جنيف عام 1910 من جنيف عام 1910 1920 1985. عندك 15 ثانية. آمنة. ساعدنا. ما نقدر نساعدك. 3 ثواني. 1985. ونثبت. خلنا نشوف إجابتك صح ولا غلط. صح. مبروك ربحتي معنا 1,000 درهم. وإن شاء الله نسمع صوتك مرة ثانية. ما شاء الله عليها. آخر ثانية. على آخر لحظة. يحظها. معنا ذياب، نقول السلام عليكم.
وعليكم السلام. ذياب من وين تكلمنا؟ من العين. يا حي الله للعين. كم عمرك ذياب؟ 10. العمر كله إن شاء الله. لغز المجلس شو جوابه؟ على الإمارات. على الإمارات، إن شاء الله تكون من الفائزين. الحين عندك سؤال وبيكون في 3 اختيارات. حصل سمو الشيخ زايد على جائزة رجل العام من باريس عام 1988، 208، 200، 2008، 2014. ساعدوني. هو يعني سهل، لكن خاف أقول لك غلط، هاي المشكلة. هو سهل يعني، فكر عدل. أول واحد. أول وحدة. 1888. انثبت انثبت. 1988. ومبروك ربحت معنا 1000 درهم. وإن شاء الله نسمع صوتك مرة ثانية. شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال ونقول السلام عليكم يا حامد. عليكم السلام. إيش حالك يا حامد اليوم؟ شوي. قول على الإمارات الجواب. على الإمارات الجواب. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. الحين الحين بيطلع لك سؤال وثلاث اختيارات. سؤال يقول: حصلت سمو الشيخ زايد على وشاح جامعة الدول العربية عام 1993، 2007، 2009. ساعدوني. ما نعرف الجواب، بس يعني مبين ان هي الجواب مبين يعني. والله ودنا نساعدك بس ما نقدر. 10 ثواني. 1993، 2000. خلص مريم؟ خلاص. اول وحده؟ للأسف خلص الوقت، لكن حاول معانا مرة ثانية وإن شاء الله تفوز معانا. شكراً لاتصالك وإن شاء الله نسمع صوتك مرة ثانية. معانا ولاء، نقول له السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ولاء، من وين تكلمينا؟ من عجمان. من عجمان، حيا الله لعجمان. ولاء، لغز المندوس شو جوابه؟ علم الإمارات. علم الإمارات، وإن شاء الله تكوني من الفائزين. الحين عندك السؤال وفي 3 اختيارات. نتريا السؤال مع بعض. السؤال يقول: ما اسم الشاعر الذي كتب كلمات النشيد الوطني؟ الشيخ عبد الله الحسين، حمد عبد الشيخ عبد الله الحسن، حمد ابو شهاب، احمد بن سلطان بن سليم. الشاعر اللي كتب كلمات النشيد الوطني حمد ابو شهاب. حمد ابو شهاب. انثبت. للاسف اجابتك غلط، بس ان شاء الله تتصلين مره ثانيه وتفوزين معانا. والحين مشاهدينا ناخذ فاصل صغير ونراديكم. رجعنا لكم من الفاصل، وارد اذكركم بسؤال: في اي عام كانت اول زياره للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتفقد الامارات؟ الاتصالات 5085-2140. والحين معنا يدو، شخبارك يدو؟ الله يسلمك، ايش حالك وكيف انتو؟ الحمد لله. يدو بسألت سؤال. تفضلي. كيف خبرينا عن ايام الشيخ زايد، ابغى اعرف اكثر انا. الشيخ زايد الله يرحمه، هو اللي هو جنتنا، كنا احنا علينا كل شيء صعب علينا كان، ومن الشيخ زايد الله يرحمه ويجره الجنة إن شاء الله، سوانا كل شيء اللي نحن نباه. كنا نحن في ليوة، ما كان عندنا كهرباء، ما كان عندنا طريق سيارة، يومين على نحن نمشي لنوصل ليوة. الحمد لله عقب يانا الشيخ زايد وسوانا طريقات، سوانا الكهرباء، سوانا البيوت الشعبية، وسوانا المدارس، القرآن حق العيال، وخلافة تطورت واستوت الحمد لله مدارس بعد حق العيال يدرسون. لو نحن نحضر في الشتاء في وضبي، وفي القير في ليوة، الحين نقيض في ليوة وعندنا المدارس، ونينا ابو ظبي عندنا مدارس الله يرحمه غمد روح الجنة. كان مزارعنا صيفات ما فيهن شيء الا التمر، ما عندنا خضره، ما عندنا طماط، ما عندنا سمونه، ما عندنا خيار، ما عندنا خلاف. تطورت ليوة، غدت ليوة زهرة فتحة الله يرحمه غمد روح الجنة، وبارك ان شاء الله في خليفة واخوانه. الحمد لله هذا خليفة الشيخ زايد الله يرحمه، ما بخل علينا بشيء، كل شيء سوى، حتى العيال يشجعهم على الدراسة يعطيه كل شهر له راتب عشان يدرسون العيال، كل شيء وفره علينا،
الين الان الحمد لله والبركه ان شاء الله في عياله، الطريق تبعوه عياله، اول زايد افتح له هو الطريق حق العيال، والحين العيال الشيوخ والشباب على منهج الشيخ زايد الله يرحمه. العيال ماسكين. نعم نعم ماسكين الله يطول بعمره ويبارك لنا ان شاء الله فيهم. لو العيال اللي وين حوين نقدر اسير له؟ سايل اول مدير شاب يصير عير شاب، وخلاص الحمد لله تطورت استوت لنا بيوت، استوت لنا شارع، الاول نجيان نقل واحد كبر العماره، وتوصل الى راس السياره غرزت وردت. والله الحمد لله الله يرحمه ويغمد روح الجنة ويوسع عليه ان شاء الله في قبره شكل ما وسع علينا بالدنيا يا رب العالمين. امين بارك ان شاء الله في خليفه واخوانه ما قصروا علينا بشيء. امين بارك ان شاء الله فيه يا رب العالمين. وسيرته الشيخ زايد كلها حكم، كلامه كله حكم الله يرحمه ويغمد روح الجنه. شغلتي يوم يسويها الله يرحمه لازم يوجف عليها ويشوفها. لو عليه يصير بن اياس حصل ما في شيء، وانجزه سوى فيه الغزلان وسوى فيه كل شيء في يصير بن اياس، ولا الاول الا برق ملحه. الحين الله يرحمه قمد روح الجنه سواها كانها جنه من بركات الله سبحانه وتعالى وبركات الشيخ زايد. الاول كذا هاكي ودلمه الاول لا يصيرون لها بعد العرب الا لاهلها فيها. الحين دلمه غدت من احسن الاول اللي هل القوصيون هل اللي يبيعون الحصاب يبيعون عند المحار يبون هذا يسمونه الدانات ويبيعون اللولو الاول في دلمه. الحين دلمه غدت عماره وغدت دلمه كل شيء وبركات الله وبركات الشيخ زايد. كل سواه الشيخ زايد الله يرحمه قمد روح الجنه. وهذا الشيخ زايد. الشيخ زايد ما مات، الشيخ زايد في قلوبنا، والشيخ زايد دائما هنا في قلوبنا في قلوبنا في دمنا وفي شرايين قلوبنا. وبركة ان شاء الله بعد عقب الشيخ زايد عياله. هذا الحين الشيخ زايد منهجه كله يبيض الوجه. انسار في البر الاول ليوة ملحة سواها مزارع، الاول عندنا مزارع ما عندنا مزارع. استوى المزارع وجسموا على الشعب وغدوا الشعب من قبل. هذا واحد ريال سوى قصيده يوم الشيخ زايد. قال مزارعه من جنة الخلد تعوضت في الوقت اللي صاف من فضل شيخا خيره يبد أحيا الوطن من عقب ما صاف. صقد قبل صايف ليوة وعده له شيخ زايد الله يرحمه قمد روح الجنة. ما شاء الله عل الجنة إن شاء الله. طور لي طور ليوة طور تلمة وين حطت دنها الشيخ زايد بركة وكلامه حكم. ومرة اللي يسويه مرة الشيخ زايد الحمد لله دام ان رب العالمين قلبه طاهر حق شعبه وحق اللي بعد شعبه. مايا مره تلاقيتي مع الشيخ زايد شفتي في مكان؟ نعم نعم لقيت وين هالمكان؟ اول ما انا في ليوة الشيخ زايد. يانا يعني ليوة ما شيء الا تراب وخيامنا عرشان نقيل اللي نحط. سلمتي عليه؟ نعم سوينا له الوايبات، سوينا له الفال، سوينا له قهوه ورحبنا به. اول مره مايا الشيخ زايد اول بودي طاح الى القبيسات احنا في مزيرع. ويوم سار يطالع المناطق الشيخ زايد ومر علينا ولد عمي. قلت ما نشوف هذا مو كبيايننا ما عرفناه. قال الشيخ زايد ما رحب الساع مليار الاسد وخليفه. وقال مره لين يصير ورد حتى احنا ما عندنا علق. سوينا علم مر هذاك الساعه وسوينا العلق وسوينا الفوائد وسوينا القهوه وحطينا هذا يسمونه السراريد. القهوه في بيتكم؟ القهوه مره قدام البيوت ما في بيوتنا بين بيتي وبين بيت نسيبي. وتقهوى وعين خير وسووا له المويه اليوم عند البيسات بعد ما قصروا فيه. واشتلت العرب ما كانوا العرب في ليوة اشتلت العرب. لو العرب عنده ولا اللي عنده بعد الحمد لله شوي حق اللي هو راح عنده تليفونات يسمونه ابو شنطه سوى تليفونات ويانا يعني العرب واستوت لنا عيشات واستوينا الفوائد. الشيخ زايد اول ما يانا كمل عندنا 15 يوم في ليوة في بيتنا قال لي هناك عند البيسات قاعد سوى الكرفانات وسوى الخير يباتن البنات الصغار والكبار ينعشق وكل بنت يعطيها ويفرحها. حتى بنتي صغيرونه عندي عمرها 3 سنين حاطنها قدامه الله يرحمه ويقمد روحه الجنه. بعدها رمس سنه صغيرونه قسم الله عليها ترمس يوم صارت صوبه حاطينها الزعفران حاطين هذا المحله في راسها. يا تقعدت ويا البنيات يلاعبهن الله يرحمه يحط اصبوعي في ثامه البنيات حتى يبغيهن يعضن وين ما يعضن ويلاعب البنات واليها لاعبه كان مره ليله الغدر ليله الغدر نزلت عليهم. وكان يقول عسب بنتي ما شاء الله عليك ريحه فنانه من اسوي لك شاي؟ قالت امي معطرتني حاطه لي دهن عود حق بابا زايد. قالت تعرفين انت بابا زايد من هالرياي؟ قالت انا ما اعرفه. قال انا بابا زايد. هفت وعدت قدام فمتحببه في عيونه
وهي راسه خشمه وتحبب وتلوي عليه. قال منو قال لك؟ قالت لي امي بابا زايد سلمي عليه. قال شو اسمك انت؟ قالت انا سلمي اسمي سلامه عتيجه محيربي. الى الحين صورته عندنا نسيت ما جبته اليوم يوميه قدامي مره الشيخ زايد الله يرحمه. ان شاء الله يوم تينا مره ثانيه تبي. اي لا بايبه ولكن اياها الجنة الفردوس الأعلى أبو خليل الجنة. آمين. يا رب العالمين إن شاء الله يباشر يعظ الله إن شاء الله شيوخنا الباجيين دوم دايم على رؤوسنا يا رب العالمين إن شاء الله. يعظ ربي إن شاء الله ما يغير علينا دوم إن شاء الله في فرح وفي سرور. ما يعني قبل ما الشيخ زايد إيه ويطور المكان شو تعلمتوا منه يوم يا؟ تعلمنا كل شيء مرة. اللي الشيخ زايد إحنا ما عرفنا من الشيخ زايد، عرفناه اليهود، عرفناه الرحمة، عرفناه منه الكرم، عرفنا وعيالنا تعلموا من هذا منهج ماشي عليه زايد ومشينا نحن يا شعبه واللي من ورانا. الشيخ زايد ما سوانا الا كل الزين الله يرحمه قامت روح الجنه كل شيء. لو نحن نروش عليه لا عندنا كهرباء ولا عندنا ماء ولا عندنا شيء نقيل نروي ونجيب على ظهورنا ما نقدر حيل يوم يانا الشيخ زايد سوانا المياه سوانا الكهرباء. لو لا العرشان خلقنا انا البيوت الشعبيه الله يرحمه الى اليوم نحن البيوت الشعبيه مالات مزيرع عندنا من فضل الله فضل الشيخ زايد وسوانا الشوارع. لو ان وضبي ما نوصله نهار ثاني نوصله الحين في عشر في ساعتين الله يرحمه قامت روحه في الجنه. كل شيء وفر الشيخ زايد وسمعت الشيخ زايد وغلاه في قلوبنا لين مره نموت. يا ربي ان شاء الله يبارك في عياله ويرحمه ويقمد روح الجنه يوسع ان شاء الله عليه في قبره شكل ما وسع علينا. آمين. الحمد آمين. لله البيوت الشعبيه الله ان شاء الله يرحمه ويقمد روح الجنه. عاطى الفقير كله خلاه سوا التاجر والفقير يعني الجنه ان شاء الله والبركه ان شاء الله في خليفه واخوانه. الشيخ زايد ما قصر فينا بشيء. لو الحرم يوم توفى رايله ما قدرت حق عمره عيله الحمد لله يوم سوى لنا الحريم الشون اليوم عندهم شيء وسوى لنا البيوت الشعبيه وسوى لنا المعاشات. يعني ربي يرحم ويقمد روح الجنه ويبارك في خليفه ان شاء الله في اخوانه وعياله وشيوخنا جميعا شيوخ الامارات ان شاء الله. امين ان شاء الله يا رب العالمين. الشيخ زايد مره ما قصر فينا بشيء لا في كبير ولا في الصغير ان شاء الله. شيخ خليفه ما بيقصر علينا. نعم شيخ خليفه بعد الرايه البيضاء له الله يطول عمره ان شاء الله ابو سلطان. يا ربي يبارك لنا ان شاء الله في خليفه ان شاء الله في اخوانه والشيخ محمد بن راشد ان شاء الله في اخوانه ما قصر وجميع حكام الامارات جميعا يا رب العالمين. مره شيخنا ما قصر في شيء كل شيء مره متوفر عندنا. ارد اذكركم بسؤال اس ام اس. في اي عام كانت اول زياره للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان لتفقد الامارات؟ اتصالات 5085 ودو 2140 والجائزة هي 10,000 درهم وتترياكم. وايد استفدنا منك معلومات عن الشيخ زايد. للجنة هي للجنة يا رب العالمين الله يرحمه قمد روح الجنة. شو بعد ما تعرفين عن الشيخ زايد انه يعني نبى مثلا اشياء من هذا سوالين ها الشيخ زايد او غيره للشيء لا كل شيء غير الشيخ زايد. لو العرب تيها يدرسون العيال ولا شيء نجزو لا الشيخ زايد سوى المدارس. الشيخ زايد انتج البترول. الشيخ زايد سوى كل كيف شيء. كيف انتج البترول؟ البترول الحقول هذا كيف الحقول قصة البترول هذا من فضل الله فضل الشيخ زايد. العرب الأول فقراء ما عنده شيء. شو يقدرون يكدون بنتيه الحطب ويكدون يجيبون الثمام يبيعونه واللي في الغوص والغوص ما عنده شيء. الحمد لله يوم يا الشيخ زايد حتى الأول يسيرون الغوص ما ساروا الغوص من فضل الله فضل الشيخ زايد. مايا شو أول مدرسة أو مبنى استوت في ليوا؟ في ليوا أول ما استوى سوات مدرسة القرآن في الماري وفي في كل منطقة سوى مدارس الله يرحمه قامت روحي جاء. نحن المزيرع يسيرون الماري يدرسون عيالنا وبناتنا القرآن وخلافا جزء استوت البلدية عندنا واستوى للمزارع واستوى للمدارس اللي يشتون في ليوا عندهم مدارس مجون جاي خلاص يقعدون في ليوا. واللي في بوظبي ترى في بوظبي لو العربيون سوى مدارس في بوظبي الله يرحمه قامت روح الجنة ودرسوا العيال ودرسان البنات الحمد لله رب العالمين. واستوت بعد مدارس حق الحريم بعد مرأة الضبيانية الله يطول عمر الشيخ فاطم وسوينا مدارس حق الحريم اللي ما درس الحريم اللي ما درسنا درسان اللي تزوج ولا لحدين على الدراسة درسان في الجمعية المرأة الضبيانية والعيال مدرسة الضبيانية هي نعم والأولاد بعد الريايين درسوا بعد في المدرسة المسائية سوونا نحو الأمية سوونا الأمية هي نعم. هذا الشيخ زايد ما قصر بو شيء كل شيء وشجع العيال وشجع الحري. والشيخ زايد الله يرحمه قامت روح الجنة. آمين. قال المصانع ما تصنع رجال
المصانع تصنع المصانع تصنع احنا والرجال، الرجال تصنع المصانع، هو بالليل المصانع تصنع الرجال. الرجال هو اللي يصنع المصانع. ورام ست الشيخ زايد اقول لك حكم في كل شيء سواه انتاجه اللذين. ما شاء الله. نعم الحمد لله رب العالمين. وما شاء الله سوى شيء ما حد يقدر يسويه. الله يرحم الغامض روح الجنه، شخط له في التراب وينجز شغلته ليش خطا خطا في التراب نجا استوى هذا كله الزراعه اللي هو قالها ما تنتج شيء. الشيخ زايد انتجها باذن الله وفضل الله وفضله. هذا هو العرف شو عنده. يعني اي حد نفس الشيخ زايد يعني حتى لو خطط في التراب سواه. لا, لا الشيخ زايد ما حد يقدر عليه الا البركه ان شاء الله في عياله. ولا الشيخ زايد عبقري من شاب وشباب الينا سوى الدنيا هاي. في الدنيا هاي شو يسويها غير من فضل الله وفضله وحكمته يعني الجنه يا رب العالمين. امين. نعم الحمد لله الشيخ زايد مره ما قصر فينا بشيء، مره ما قصر فينا بشيء، والبركه ان شاء الله في عياله وفي ذريته ان شاء الله عياله يا رب العالمين. شيوخنا ان شاء الله الامارات كله بخير وسهل وفي رخاء وفي يود ان شاء الله يا رب العالمين. وفي امن وفي امان. الحمد لله كل شيء كان متوفر بفضل الله. الحمد لله الحمد لله كل من فضله، من كل من فضل الله وفضله. ولا لو ما عندنا بيوت شعبي ولا عندنا فنعين قيم نتعب. اما الشيء الحمد لله عيالي درسوا والبنات درسوا واللي مهندسي واللي طيار واللي ضباط واللي كل من فضل الله وفضل الشيخ زايد. والنهج هذا اللي مشى فيه الشيخ زايد الحين عياله الله يطول اعماره ويبارك لنا فيه. هاي لها طريق اللي هنا صوب سويحان صوب الاول شيء بيوت شعبيه الاول لا العزب هناك احنا هكا ستال البيوت طابقين طابقين الله يرحمه ويغمد روح الجنه. يا خطط عند العزب قال العزب شلوهم كله شلوها واستوى الحين بيوت واستوى الخير من فضل الله فضل الشيخ زايد. هذا كله انجاز الشيخ زايد ما شاء الله. نعم والله اني انا روحي شافتن قالوا هاي الريال يركض قال خالتي هاي جاي الحين هاي بيوت شعبيه كلها ما كملنا سنه الا استوى البيوت الشعبيه. ما شاء الله. يعني انت عشتي ايام اللي هو قبل ما الشيخ زايد سوى الانجاز وبعد ما الشيخ زايد. نعم كل شيء حتى انا الحين شفتي الفرق. شفتي الفرق. نعم وايد فرق. نعم نعم وايد فرق. الاول العزب احنا كنا عندنا بيوت انا عندي روحي بيت الله يطول الله يرحم ويطول عمر الشيخ خليفه وعياله. الحمد لله رب العالمين. ما علينا قصيره مره يعل ربي ان شاء الله يرحمه ويغمد روح الجنه. امين. الله يا رب العالمين. شكرا يا وايد استفدنا منك. الله يسلمك يا رب العالمين. مشكوره على المعلومات وان شاء الله نشوفك مره ثانيه في عريش الرايح ان شاء الله. مرحبا اصدقائي رايحين فاصل ورادي لكم. ورجعنا لكم من جديد في جو من الحماس. نبي اتصالاتكم ونباكم تفوزون. اليوم عندنا فيديو واسئله عنه. ايه ان شاء الله الاسئله تكون سهله وحلوه. ان شاء الله. ارد اذكركم سؤال الاس ام اس. في اي عام كانت اول زياره للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان لتفقده الامارات؟ اتصالات 5085-2140 والجائزة هي 10,000 درهم اللي تترياكم. يعني حظ اللي يفوز. يا حظه. مو بس المندوس، المندوس بس 5,000. والحين الاس ام اس 10,000. ايش حالك اليوم نوف؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. الحين ناخذ اول اتصال من سارة. الو السلام عليكم. سارة. نعم. سارة من وين تكلمينا؟ من العين. يا حي الله اهل العين، مبارك عليك الشهر. الله يبارك فيكي. ان شاء الله. الحين لغز المندوس شو جوابه ولا تبيني اعيد لك اياه؟ علم الامارات. علم الامارات، ان شاء الله تكوني من الفايزين. كم عمرك سارة؟ سارة. نعم. سموحة شو قلتي؟ ابا انشد. انشدي. عيشي بلادي عاشت اتحاد اماراتنا عشتي لشعب دينه الاسلام هدي القران حصلتك بسم الله يا وطن. ما شاء الله عليك ساره. الحين عندك صوتك وايد حلو بس الحين عندك سؤال والسؤال يقول اول شيء تشوف الفيديو. اول شيء بتشوفين الفيديو بعدين في سؤال عن الفيديو. ركزي عدل. Yeah.
والسؤال يقول ما هو لون المهاجيم من الإبل؟ ما هو لون المهاجيم من الإبل؟ في اختيارات؟ ما في اختيارات للأسف، بس إذا ركزتي عدل على الفيديو بيكون السؤال عندك سهل. عيد لها السؤال عشان تركز. بنعيد لها السؤال، ما هو لون المجاهيم من الإبل؟ بني. بني. للأسف إجابتك غلط. حاولي مرة ثانية تتصلين وتفوزي معنا إن شاء الله. معنا اتصال ثاني من عفرة، ونقول ألو السلام عليكم. عليكم السلام. عفرة من وين تكلمينا؟ من بوظبي. يا حي الله بأهل بوظبي، شو جاوب لغز المندوس؟ علم الإمارات. علم الإمارات، وإن شاء الله تكونين من الفايزين. الحين نباك تشوفين فيديو وفي سؤال عن الفيديو. السؤال يقول كم لون في علم الإمارات؟ سؤال سهل. أربعة. أربعة. وإجابتك صحيحة، ومبروك فزتي معنا 1000 درهم. إيش رأيك تقولين الألوان؟ عفرة. عفرة معنا؟ سكرت. سكرت بس فازت معنا. الحين معنا عمر، نقول له السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عمر، من وين تكلمنا؟ أبو ظبي. أبو ظبي، يا حي الله أبو ظبي. عمر، شو جواب لغز المندوس؟ علم الإمارات. علم الإمارات، وإن شاء الله تكونوا الفايزين. الحين بتشوف مقطع فيديو وفي سؤال عنه. والسؤال يقول ماذا نسمي الشخص الذي يدرب الصقور؟ سمعت السؤال ولا عيده؟ عيده. ماذا نسمي الشخص الذي يدرب الصقور؟ الصقار. الصقار، ومبروك اجابتك صح. عمر فزت معنا 1000 درهم، ان شاء الله نسمع صوتك مره ثانيه، وشكرا لاتصالك. ومعنا سارة، سارة تاخذين نوف؟ اخذ. نقول الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. سارة؟ سارة معنا؟ سارة؟ للأسف انقطع الخط، بس معنا عمر. الو السلام عليكم عمر. الو. الو السلام عليكم عمر. الو السلام عليكم. عليكم السلام عمر، من وين تكلمنا؟ من أبو. يا حي الله بأهل أبو ظبي، شو جاوب لغز المندوس؟ علم الإمارات. وإن شاء الله تكون من الفايزين. الحين نباك تشوف فيديو في أسئلة سؤال عنها. السلام عليكم. أبو ظبي. أبو ظبي. الحين بتشوف مقطع فيديو وفي سؤال عنها. الإمارات. شكراً. شكله ما كان يسمعنا من التلفزيون بنفس الوقت من تليفون. شكله. وأرد أذكر بسؤال SMS اللي هو في أي عام كانت أول زيارة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتفقد الإمارات؟ اتصالات 50852140، والجائزة هي 10000 درهم وتترياكم. معنا اتصال من سارة، ونقول الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. سارة من وين تكلمينا؟ من دبي. من دبي، حي الله بأهل دبي. شو جواب لغز المندوس؟ أنا من الإمارات. وإن شاء الله تكونين من الفايزين. الحين عندك مقطع فيديو، وركزي عدل لأنه في سؤال عنه.
السؤال يقول أين يقع مسجد الشيخ زايد؟ أبوظبي. شو قلتي؟ قالت في أبوظبي. أبوظبي. وإجابتك صحيحة، ومبروك فزتي معنا 1000 درهم، تستاهلين سارة. شكرا لاتصالك، إن شاء الله نسمع صوتك مرة ثانية. معنا عبد الله، نقول له السلام عليكم. السلام. عبد الله من وين تكلمنا؟ أبوظبي. حيا الله لأبوظبي. عبد الله بتشوف مقطع قبل مقطع الفيديو، عندك لغز المندوب، شو جوابه؟ علم الإمارات العربية المتحدة. علم الإمارات العربية المتحدة، وإن شاء الله تكون من الفائزين. الحين بتشوف مقطع فيديو وفي سؤال عنه. السؤال يقول في أي عام بني قصر الإمارات؟ عيد السؤال. في أي عام بني قصر الإمارات؟ قصر الإمارات في أي عام بني؟ ما في اختيارات. ما في اختيارات للأسف، اسأل حد عدالك. 2005. 2005، متأكد من جوابك؟ ألو؟ ألو؟ 2005، إجابتك غلط للأسف. بس إن شاء الله نسمع صوتك مرة ثانية. شكراً لاتصالك. ومعنا اتصال ثاني. نقول ألو، السلام عليكم. سلامة؟ سلامة؟ هي بحمزة. سلامة. حالك؟ بخير الحمد لله. سلامة أنت إيش حالك؟ بخير الحمد لله. من وين تكلمينا سلامة؟ من العين. يا حي الله للعين. سلامة المندوس، لغز المندوس شو جوابه؟ علم الإمارات. علم الإمارات. علم الإمارات. علم الإمارات. وإن شاء الله تكونين من الفائزين. الحين بتشوفين مقطع فيديو وبيكون في سؤال عنه. السؤال يقول وركزي عدل، في أي عام بني قصر الإمارات؟ ساعديني. الجواب سهل، في أي عام بني قصر الإمارات؟ تقدرين تسألين أي حد عدالك. ما في أي حد عدالك كبير. عيدي سؤال. في أي عام بني قصر الإمارات؟ ألفين وثلاثة. للأسف إجابتك غلط، بس إن شاء الله تتصلين مرة ثانية وتفوزين معنا. شكرا لاتصالك، وإن شاء الله نسمع صوتك مرة ثانية. أرد أذكر بالسؤال اللي قيمته 10,000 درهم، في أي عام كانت أول زيارة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتفقد الإمارات؟ اتصالات 50-50-85-21-40. ناخذ فاصل صغير ورادي لكم، لا تغيرون القناة. حب
بكم من جديد ونكمل فقراتنا في برنامجكم الرايح. إن شاء الله بيكون أرقامنا على تحت الشاشة. سيف كملت تقرأ كتاب الكتاب؟ قرأت شوية منه. شو تعلمت؟ تعلمت إنجازات الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه. والحين عندنا اتصال من شيماء ونقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. شيماء من وين تكلمينا؟ من العين. من العين. يحيى الله بأهل العين. شو جواب لغز المندوس؟ علم الإمارات. وإن شاء الله تكونين من الفايزين. الحين عندك سؤال وثلاث اختيارات، ركزي عدل. إن شاء الله. والسؤال يقول العاصمة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي دبي، أبوظبي، أم القيوين؟ أبوظبي. أبوظبي. ونثبت؟ لحظة شوي. نثبت؟ ثبتنا ومبروك فزتي معنا 1000 درهم. تستاهلين. تستاهل. وايد كان ذكية وهاش شيماء اسم. أريد أذكركم بالسؤال، في أي عام كانت أول زيارة للمغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتفقد الإمارات؟ الاتصالات 5085 ودو 2140 واللي هي واللي قيمتها ب 10000 درهم. ترى بيروحون عنكم 10000. ها حق العيد هذا اللي تحصلونها. يا حظ يا حظ اللي بيفوز. الحين معانا متوقعين نوف يفوز؟ ولد ولا بنت؟ البنات اذكى من الاولاد دائما. لا 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 في اينشتاين ما في اينشتاين. ناخذ اتصال نقول له السلام عليكم يا حمدان. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم عمرك يا حمدان؟ نشارك؟ ها؟ نشارك؟ انت تشارك اصلا. انت في التلفزيون الحين. كم عمرك يا حمدان؟ 10 سنوات. حسيت تقول 10 دراهم. اي مدرسة انت؟ ها؟ اي مدرسة؟ مدرسة دار العلوم. دار العلوم؟ ايه. هي عرفها المدرسة. لا وين هالمدرسة؟ وين المدرسة هاي؟ العين. في العين. في اي مكان في العين؟ ها؟ اي مكان في العين؟ ايه. اي مكان؟ يعني في اي منطقة في العين؟ ايه. زاخر. زاخر. كم عدد الطلاب في المدرسة؟ ما شاء الله شو هالأسئلة. كم في بنات ولد؟ الحين يا فقط في المندوس عرفت الجواب؟ ايه علم الامارات. ان شاء الله تكون الفايزين. الحين معاك جواب سؤال ولازم تحله. العاصمة الاقتصادية لدولة الامارات العربية المتحدة هي شارجة، عجمان، دبي. 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 نثبت؟ مبروك فزت معانا 1000 درهم. تستاهل. تستاهل. شكرا لاتصالك وان شاء الله نسمع صوتك مره ثانيه. وعندنا اتصال من ميثا ونقول الو السلام عليكم. السلام. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ميثا من وين تكلمينا؟ من ابو ظبي. يا حي الله باهل ابو ظبي. كم عمرك؟ 10. ان شاء الله العمر كله. شو جواب لغز المندوس؟ على الامارات. وان شاء الله تكونين من الفايزين. الحين عندك سؤال وثلاث اختيارات. سؤال بيظهر الحين. سؤال يقول العاصمة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي راس الخيمة، الشارجة، الفجيرة. بسرعة بسرعة يا ميثا. ميثا الوقت مر. شارجة. الشارجة. الشارجة. نثبت ومبروك تسي معنا 1000 درهم. تستاهلين. تستاهلين ميثا. شكرا لاتصالك ان شاء الله نسمع صوتك مره ثانيه. الحين معانا عمر يقول السلام عليكم يا عمر. السلام عليكم. كم عمرك يا عمر؟ 11 سنه. العمر كله. جاهز لغز المندوس؟ الامارات العربيه المتحده. اوكي قبل اسالك عن المندوس، شو هوايتك؟ نعم. شو هوايتك؟ كرة القدم. كرة القدم. وأنا بعد. شو تسوي في الصيف الإجازة؟ وين بتروح؟ بروح
المول مع أصحابي وديني معاك وديني. أوكي إن شاء الله. طرشت على السؤال 10,000؟ لا. في فرصة كبيرة 10,000. ما تبى تفوز ب10,000؟ ما تبى؟ يلا بجرب بعدين. يمكن تكون من الفائزين إن شاء الله. إن شاء الله. والحين نشوف السؤال. عاصمة تراثية لدولة الإمارات هي رأس الخيمة، الفجيرة، الشارجة. العاصمة التاريخية لدولة الإمارات هي رأس الخيمة، الفجيرة، الشارجة. عمر الوقت مر. رأس الخيمة. رأس الخيمة. ثبت. مبروك فزت معانا 1,000 درهم. تستاهل. بعد بال10,000 يمكن. إن شاء الله يا رب. شكرا لاتصالك. أنت ما شاء الله مجهز أسئلة حق الطفلين. بكلمهم بتشاور فيهم بيودوني عمان ما بيودونك. حكم زخيم حكم عشي لحم. لما ناخذ اتصالات تاخذين اتصالات كم تون؟ 10 20. لا تيخ بس احنا كم خذينا؟ انت خذيتوا 3 4 5. لا 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 5 خلاص خلاص احنا بعد بناخذ 5. يلا خلاص روحوا بس انا مره دورنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ما نخلص كل اتصالات ان شاء الله. لا لا خلاص نخليك. شركنا خلصت اتصالات يلا بنخلصهم عادي. ما بيعرفون هم بيروحون. ناخذ اتصال؟ ناخذ اتصال نقول له السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام. ايش حالك اليوم يا محمد؟ تمام الحمد لله. من وين تكلمنا؟ من دبي. يا هلا باهل دبي دار الحي. سمعت لغز المندوس؟ نعم. جوابك؟ علم الامارات. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. الحين بيطلع لك سؤال وعنده 3 اختيارات. السؤال يقول اين يقع قصر الحصن؟ دبي، الشارجه، ابو ظبي. الاجابه سهله 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 ما في اسهل عنها. يعني انت ساكن في دبي؟ ابو ظبي. ثبت. ومبروك ربحت معنا 1,000 درهم ونتمنى نسمع صوتك مرة ثانية. شكرا لاتصالك وإن شاء الله نسمع صوتك مرة ثانية. معنا عبد الله نقول له السلام عليكم. عبد الله. عبد الله من وين تكلمنا؟ من العين. يا حي الله للعين. عبد الله لغز المندوس شو جوابه؟ على الإمارات. علم الإمارات وإن شاء الله تكون من الفائزين. الحين عندك سؤال وفي 3 اختيارات عليها. السؤال يقول الإمارة الأكبر من حيث المساحة فهي إمارة أبو ظبي، الشارجة، دبي. أبو ظبي. أبو ظبي ونثبت. ومبروك فزت معنا 1,000 درهم. ونذكر اللي ما سمع سؤال الاس ام اس. في أي عام كانت أول زيارة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتفقد الإمارات والجائزة هي 10,000 درهم. اتصالات 5085-21-40. يلا 10,000 ترياكم حق العيد وحق السفر وحق مو بحق المدرسة. وناخذ اتصال ونقول السلام عليكم يا ميرة. عليكم السلام. إيش حالك اليوم يا ميرة؟ الحمد لله بخير. كم عمرك؟ اخباركم انتو؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. كم عمرك؟ 10. العمر كله ان شاء الله. سمعت لغز المندوس؟ هي. جوابك؟ على الامارات. على الامارات ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. الحين بيطلع لك بيطلع ساعدني ان شاء الله بحاول اساعدك. والحين بيطلع لك سؤال وثلاث اختيارات. سؤال يقول من حيث المساحه يحتل مسجد الشيخ زايد عالميا المرتبة الرابعة، الثالثة، السابعة. يعني هي المساحة الأكبر هي ماخذة المرتب الرابع، الثالث ولا السابع؟ حق مسجد الشيخ زايد. مسجد ساعدني سلطان. ساعدها سلطان. ساعد عادي يعني. شو عادي؟ يمكن الثالثة. الثالثة ونثبت. الثالثة قالت الثالثة.
يا كمبيوتر قالت الثالثة. شو تفوز معانا؟ إذا قلتي الثالثة فزتي معانا 1000 درهم. نتمنى نسمع صوتك مرة ثانية. إن شاء الله نسمع صوتك مرة ثانية. يعني كانت شوية يعني غلط الكمبيوتر بس عادي فازت على الأقل. معانا مريم، نقول له السلام عليكم. وعليكم السلام. مريم من وين تكلمينا؟ من أبو ظبي. يا حي الله أبو ظبي. مريم شكلك تعبانة. مريم. أيوه. شكلك تعبانة توك قايمة من الرقاد؟ لا. وين الحماس؟ شجعوا مريم حق الحماس. الحين عندك لغز المندوب، شو جوابه؟ عالم الإمارات. عالم الإمارات. الحين عندك سؤال وثلاث اختيارات. السؤال يقول: قصر الحصن واحد من أهم الشواهد أبو ظبي، وقد أنشأ في عام 793، 1793، 1993. للأسف خلص الوقت وما جاوبتي علينا، بس تقدرين تتصلين معنا وتفوزين معنا إن شاء الله. تفوزين أصدقائي. فاصل وردي لكم. رجعنا لكم مرة ثانية، وصلنا لآخر فقرة من فقرات برنامج الرايح. أذكركم بالسؤال اللي على المسجات: في أي عام كانت أول زيارة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتفقد الإمارات؟ 10,000 من نصيب منه يا ترى؟ نتريى المسجات على الأرقام التالية: اتصالات 50852140. وقبل ما نفتح المندوس نتريى الجفير طبعاً، والجفير عندنا. وصلنا؟ يلا الحين نفتح المندوس. منو بيفتح المندوس؟ أنا بفتح. أنا بفتح. يلا ما نبغى نسوي مشاكل اليوم. اليوم نوف بتسحب. واللي داخل المندوس علم الإمارات. ومثل ما شفنا أن جواب المندوس هو علم الإمارات. العلم هو رمز هويتنا ورمز الشموخ والأصالة، الوحدة والولاء، وعسانا دوم نشوف علم بلادنا عالي يرفرف بالشموخ. الحين خلينا نتكلم عن علم الإمارات، ولازم الكل اليوم يشارك وتخبرونا معلومات. اعتمد علم الإمارات لما رفع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2 ديسمبر عام 1971، وكان بمناسبة إعلان قيام الاتحاد، اليوم الميمون والغالي على قلوبنا جميعا. ما شاء الله، شو هالمعلومات. ها يا سيف يلا دورك الحين، لازم تخبرنا معلومات. ألوان علمنا هي الأحمر، الأخضر، الأبيض والأسود، اللي ترمز لوحدة العربية. تعرفون منو اللي صمم العلم ولا لا؟ منو؟ افا ما تعرفون؟
يلا ما علي، أنا بخبركم. العلم صممه شاب إماراتي اسمه عبد الله محمد المعينة، قدم تصميم العلم ضمن المسابقة اللي شاركت فيها مئات من الفنانين والرسامين، وبلغ عدد التصاميم المقدمة تقريبا 1030 تصميم. يتنافس شعب الإمارات كل سنة في تعبيرهم عن حبهم لعلم الدولة والوفاء للوطن وحكامنا، الله يحفظهم إن شاء الله. الله يحفظهم إن شاء الله. وأيضاً دخلت الإمارات موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال تصنيعها أكبر علم في العالم، مساحتها تعادل ربع مليون قدم تقريباً. صح، وهذا بالإضافة إلى أن علم الإمارات ارتفع على أعلى قمم جبال العالم، منها قمة إيفرست. رفع العلم الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، ورفعه بعد الضابط الإماراتي صلاح سالم الحبسي. علم الدولة رفعه صلاح للمرة الأولى على قمتي تشويو. نسيت أن إمارة الشارجة دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال أكبر علم بشري شارك فيه أكثر من 21,000 من طلبة المدارس. اتذكرت بعد أن مركز غواصي الإمارات سجل مبادرته في إقامة أكبر علم للإمارات، يبلغ طوله 70 متر وعرضه 35 متر، وفرده على مياه الخليج في كورنيش بوظبي وسط مسيرة بحرية شارك فيها 200 قارب تقريباً. ما شاء الله، أنا وايد فخورة أني أسمع هالمعلومات الحلوة ونتعرف أكثر على علم الإمارات ومعنى علم الإمارات، وعشان أصدقائنا بعد يعرفون إيش كثر نحن نحب علمنا ودولتنا. الحين خلصنا من العلم، نسحب ولا ننساهم؟ لا نسحب. يلا منو بيسحب اليوم؟ أنا اليوم نوف. خلي نوف تسحب. يلا تعالي نوف. سحب. بسم الله. تعالي هني نوف. نوف. يلا نشوف من الفايز بجواب المندوس. متحمسة بعد. نصهم أصلا كلهم جاوبوا. كلهم جاوبوا صح. اخترت هاي الورقة. والفايز أو الفايزة أو الفايز هو أو هي حسن ماجد من بوظبي. مبروك، ألف 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 مبروك. تستاهل 5,000 يا حسن. يا حظه. حظ اللي فاز. وبعد وصلت لنا خبريه حلوه ان تم تمديد مسابقه اليوم اللي هو سؤال اليوم. تردين تخبرينا عنه شمسه؟ سؤال اليوم شو كان؟ اكيد بخبرها. والسؤال وايد سهل وهو من الاس ام اس، وبعد يعني قيمته 10,000 يا حظ. 10,000. متى كانت اول زياره للشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله لتفقد الامارات؟ الجائزة مشاهدينا مثل ما خبروكم 10,000 درهم، وهاي هدية مددوها لين بكرة، والأرقام بتطلع لكم إن شاء الله على الشاشة بناء على طلب الجمهور. مددناها لين بكرة، اللي بعده متشاور يشارك ولا ما شارك، سواء كان صح ولا غلط شاركوا، ما حد خسران الكل رابح. SMS الاتصالات 5085 أو دو. دو شو الرقم؟ الدو كم يا كنترول رقم الدو؟ 2140. أنا بخبركم عن النشيد الوطني اللي كتبه الشاعر، الكلمات اللي كتبه الشاعر الإماراتي عارف الشيخ عبد الله الحسن. ما شاء الله شو هالحماس، يلا خبرنا. بلادي عاشت اتحاد إماراتنا، عشت لشعب دين والإسلام، حد له القرآن حصنت بسم الله. بلادي 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 بلادي، حماك الإله شرور الزمان، أقسمنا أن نبني نعمل نعمل نخلص نعمل نخلص، مهما عشنا نخلص نخلص، دام الأمان وعاش العلم يا إماراتنا، رمز العروبة كلنا نبديك، بالدماء نرويك نبديك بالأرواح يا وطن. ما شاء الله عليكم. أما الحين وصلنا لنهاية حلقتنا الجميلة، نتمنى الكل استمتع واستفاد بالمعلومات. نلقاكم بكرة في نفس التوقيت من الساعة 4 إلى 5:30. خلوا عيونكم على الرايح وعلى شاشة بينونة، ومع ألف سلامة.